احنا انتصرنا على السرطان بفضل دعمكم وصلواتكم، بس رفقاتنا بمركز سرطان الاطفال بلبنان كتار بعدهم بحاجة. لتخلصوا حياتهم هلا ابعتوا SMS على 1105 لتتبرعوا بدولار واحد لمركز سرطان الاطفال بلبنان. بعتوا اكثر من SMS من هلا لاخر الشهر. بفضل دعمنا وصلواتنا فعلا عدد كبير من الأطفال عم بيقدروا ينتصروا على مرض السرطان، وحملات كتير عم بقوم فيها مركز سرطان الأطفال بلبنان. اليوم رح ناخد تفاصيل أكثر مع فادية الحاج منسقة جمع التبرعات بالمركز. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير فادية. صباح النور. حملات كتير عم تعملوها وبتنظموها كل سنة. مزبوط. وحاليا في حملة هلأ هيك بعد عندها كم يوم تتنختم بقى، خلينا نحكي أكتر عنها، وهي حملة جمع التبرعات من خلال الاسمس. مزبوط. هلأ مثل ما حضرتك ذكرت نحن منقوم بعدة حملات على مدار السنة، لأنه نحن البادجت السنوية تاعت المركز توصل ل 15 مليون دولار، لأن معدل كلفة علاج الطفل الواحد هي 55 ألف دولار. عشان هيك نحن مضطرين أن نقوم بعدة بروجرامز وكامبينز لنقدر نوصل لهالبادجت. منها مثل ما حضرتك ذكرت الاس ام اس كامبين يلي بلشت بواحد شباط تنتهي باثنين اذار. نحن هذه الحمله بنعملها مرتين بالسنه. عملنا اول حمله هلا بعدها ماشي، من خلالها نطلب من الاشخاص انه يرسلوا اس ام اس على 1105، وبهالطريقه بكونوا عم يتبرعوا بدولار واحد للمركز. هلا نحن هدفنا من الاس ام اس كامبين انه نجمع كلفه علاج طفلين، وهيديك السنه الحمد لله قدرنا وصلنا لهيدا الشيء، مثل كمان ما ذكرتي بفضل الداعمين والخيرين اكيد للمركز. كمان هدفنا هالسنه انه نوصل لهيدا الهدف. عشان هيك نحن بنطلب من الاشخاص انه يبعثوا اكثر من اس ام اس على 1105، بهالطريقه بكونوا عم بيساعدوا المركز اكثر. اوكي، طيب فاديه قدرتوا تعرفوا على القليله لحديت هلا قديش صرتوا مجمعين خلال هالشهر؟ خلال هذا الشهر صرنا مقلتين ال 32 ألف، وان شاء الله نحن يعني متكلين على الخيرين والداعمين لنقدر نوصل لل 55 ألف بهذه الحمله. بس بهذه الطريقه بتكونوا عم تجمعوا كلفه علاج طفل واحد. مزبوط. مع انه هدفكم لانه نحن بنعملها مرتين هدفهم، فكرت بكل حمله. لا لا اكيد، ما اكيد يا ريت، يعني اكيد هذا الشيء اكيد بنتمناه، بس نحن من خلال الحملتين اللي بنعملها خلال السنه هدفنا نجمع كلفه علاج. طيب قديش صار لكم بتنظموا الحملات؟ نحن صرنا عاملينها اكثر من 5 سنين هيدي الحمله بنعملها. هي طريقه كثير بسيطه للتبرع، سهله عند الناس. مزبوط. بس يعني ما في حدا ما عنده تليفون، فطريقه كثير سهله وبسيطه لجمع التبرعات بس الفعاله الحمد لله، وهذا اكيد بفضل الداعمين والخيرين للمركز. فنكتب فينا يعني نحط ال 1105، فينا نبعث نص فارغ من خلال نحط سبيس. مزبوط. فينا نحط نقطة، أو تقولي لنا في عالم بيكتبوا بحطوا هارت أو جيت ويل سون، يعني مزبوط. عبارات هيك دعم يمكن أنتم بتشوفوها. أكيد بس أكيد بتنقلوها كمان بترجعوا للأطفال. أكيد لأنه الأولاد بحسوا إنه في حدا داعمهم وواقف حدهم، هذا الشيء بيعطيهم أمل أكيد. أوكي. طيب قديش هالشيء يعني أوكي، علاج الطفل هو علاج طبي بحت. نعم. بغض النظر مين يلي عم بيتبرع، بس قديش هيدا الشيء الحملة أو غير حملات بتعطي دعم للأطفال، بتقويهم، بينبسطوا وقتها يعرفوا أنه في ناس واقفة حدهم عم تساعدهم؟ أكيد أكيد هيدا الشيء، لأنه بحسوا مثل ما قلتي مثل ما ذكرت أنه الناس حدهم عم يقفوا حدهم بحب وبدهم أنه يساعدون ويدعمون. وكمان نحن بالمركز نشتغل على الوضع النفسي للأهل وللولاد لنقدر انه، لان هن بيكونوا عم يمرقوا بفتره كثير صعبه، فبتنوقف حدهم وتنقويهم نفسيا غير انه مرق الجزء الطبي اكيد. اوكي. نهار الجمعه باثنين الشهر يعني بعد 5 ايام تخلص الحمله، من هيك ضروري نضوي عليها تنقدر عن جد نساعد الطفل انه يرجع ينتصر ضد. مزبوط. اكيد عشان هيك بنطلب منهم يبعثوا اكثر من اس ام اس، لانه بهالشيء بيكونوا عم بيساعدوا اكثر السنتر وبيكونوا عم بيساعدونا انه نوصل لهدفنا كمان. الحمله الثانيه ايمتى رح تنطلق؟ بسبتمبر ان شاء الله. بايلو تقريبا. مزبوط. حملتين. اوكي. مزبوط. جيف هوب كمان بدنا نضوي عليها قبل ما نختم معك فادية، شو هي حمله جيف هوب؟ امنح هو برنامج على مدار السنة، هو برنامج شهري من خلاله الأشخاص بيكونوا عم يتبرعوا شهريا لمركز سرطان الأطفال بالمبلغ يلي بيناسبهم ويلي بيقدروا عليه، وبوسيلة التبرع يلي بفضلوه قد ما كان متواضع هالمبلغ. أكيد أكيد كل شخص على قد قدرته، بس بهيدا المبلغ بيكون عم يعمل فرق بطرق التبرع يلي بتناسبهم، أونلاين، بانك ترانسفير، أو أم تي، أو أرامكس. نحن متعاقدين مع أرامكس، بياخدوا الدونيشن من العنوان يلي بفضلوه، بهالطريقه بكونوا عم يدعموا السنتر شهريا وعلى مدار السنه بشكل شهري. اوكي. مزبوط. طيب خلينا نحكي شوي عن وضع الاطفال يلي بالمركز، قديش عم بتوصل نسبه الشفاء؟
نحن بفضل التعاون اللي عنا مع سين جود ريسيرش هوسبيتال بمنفس تنسي، بفضل التعاون اللي عنا مع الجامعة الأمريكية ببيروت الـ AUBMC، نسبة الشفاء بالمركز بتوصل ل 80% لأنواع السرطان عامة، وأكثر من 90% للوكيميا سرطان الدم، هو أكثر نوع شائع بين الأطفال. ونحن من وقت ما افتتح المركز أبويبه لحديت اليوم صرنا معالجين أكثر من 1500 طفل، صرنا مقدمين أكثر من 4500 استشارة طبية. طب قد ايه هالأطفال اللي عم ينتصروا على المرض فادزا بضلهم يجوا على المركز، بضلهم بيشجعوا الأطفال اللي هلا عم بيخضعوا لعلاج ونعرف قديش العلاج ممكن يكون صعب؟ صح، أكيد في كثير أولاد بيكون خلصوا علاجهم بس بيجوا بيزوروا المركز، بيعطوا كمان أمل للأولاد يلي عم ياخذوا العلاج إنه الحمد لله حيشفوا ويكملوا حياتهم بشكل طبيعي. نحن كمان بننبسط عم نشوف هالأولاد إنه عم يشفوا وعم بكفي حياتهم أكيد بشكل طبيعي. خلينا نقول إنه كمان خلال وجودهم بالمركز طبعا بحسب ما صحتهم بتسمح هن قادرين يكملوا حياتهم بشكل طبيعي، ان كان من خلال النشاطات اللي عم نشوفها هلا بكل المناسبات او من خلال الدراسه اللي بتضل مرافقتهم حتى لو كانوا عم ياخذوا علاجهم. اكيد نحن بالسنتر في اساتذه بتبرعوا بوقتهم ليدرسوا الاولاد لانهم اوقات ما بيقدروا يروحوا لفتره معينه على المدرسه او اذا عندهم بروفي او باك، فهالاساتذه بيدرسون يعطون الفلوس ما يحسوا انه هن عم الوقت عم يمرق وعم بيلحقوا مزبوط وعم بيخسروا سنة من عمرهم. فكمان المركز مرخص من وزارة التربية للأولاد اللي عندهم بروفي وباك يقدموا الامتحانات الرسمية بالمركز. حلو، كتير حلو. أكيد. طيب خلينا نحكي شوي عن وضع الأهل. هلأ بعرف إنه المشكلة كبيرة والمصيبة عن جد كتير كبيرة، خاصة إنه بعده هيدا المرض رغم إنه صار في توعية كتير حوالي بعده تابوه وهيك بيزعج أكيد، بس قديش الأهل صايرين متفاهمين انه في نسبة شفاء عالية وكتير اوقات توصل للمية بالمية؟ هلا اكيد الاهل لما يعرفوا انه الولد عنده مريض بالسرطان بتكون اول شيء اكيد صدمة لهم، بس هو لانه في شقين، غير انه بيكون اكيد عتلانين هم ابنهم انه مريض بهيدا المرض، بس كمان في شق المادي بيعتلوا هم المادي، فلما يعرف انه في هيك مركز سرطان الاطفال هو بيتكفل بكل تكاليف العلاج، الاهل ما بيدفعوا ولا شيء، اكيد بيرتاحوا نفسيا. ومثل ما انا ذكرت اول شيء انه نحن بنشتغل على الحاله النفسيه كمان للولاد وللاهل، وكمان لانه بيطمنوا انه نسبه الشفاء عندنا بالمركز عم بتكون عاليه، سو الحمد لله لانهم كمان في شويه توازن. مزبوط، في بيرتاحوا من الناحيه الماديه انه في حدا عم بغطي تكاليف كلفه العلاج لانها كثير غاليه، كمان في الشق النفسي اللي بنشتغل عليه انه الحمد لله هاي مرحله صعبه بس ان شاء الله اكيد الولد حيشفى وحيصير بخير ان شاء الله. بيصير انه مريض سابق او اهل هالمريض بدورهم هن بيرجعوا بيتبرعوا ليساعدوا كمان اطفال هلا؟ في اهل اكيد هلا نحن هذا الشيء اكيد ما بنطلبه من الاهل ولا اكيد ولا هي مبادره شخصيه بيكون مزبوط، ما في اهل مبادره شخصيه وحتى لو كان اكثر لهم لانه مرقوا بهيدي المرحله. مزبوط، حتى لو كانت مبادره كتير صغيرة بس بيعرفوا انه حتعمل فرق، وهن بالنسبة لهم انه عمره فرق وقدروا ساهموا شوي. اوكي فادية الحاج منسقة جمع التبرعات لمركز سرطان الاطفال، نحن بدنا نتمنى لكم توفيق، ونرجع نذكر على 11/05 بعد معهم من هلا ل 2 اذار كل العالم بيقدروا يبعثوا اكثر من اس ام اس، قد ما بدكم اس ام اس، هي كلها دولار واحد عن جد ما بعتقد رح تعمل فرق معنا، بس تعمل فرق أكيد. عند اطفال بحاجه. دولار على دولار على دولار بجمعوا اكيد. اهلا وسهلا فيكي، يعطيكم الف عافيه. نحن رح نضل باجواء الاطفال، هالمره جمعيه العنايه بالطفل والام اقامت احتفال رمزي جمعت اعضاء واعضاء انديه روتاري باوديتوريوم حسن فتح الله الدعوق. هالامسيه كانت او حسانه فتح الله الدعوق، هالامسيه كانت مناسبه لشكر انديه الروتاري لتقديم جهاز لقياس ترقق العظم للجمعيه، وكل التفاصيل بهالتقرير